واحنا بنسمع الاغنيه ديت حمود ابو الركب قال جمله حلوه قوي، قال مفيش اغلى من او اغلى على المعلق الرياضي من انه يعلق مباراه زي ديت، زيه زي اللاعب كده، اي لاعب بيلعب في هذه المباراه اهم حاجه في حياته انه يوصل مصر كاس العالم او يشارك في مباراه مصر توصل فيها لكاس العالم. وبالتالي مضطر اقول لابو الركب لو انت اللي هتبدا المباراه ديت وهتعلق عليها اول جملتين ثلاثه هتقول فيهم ايه؟ ان ينصركم الله فلا غالب لكم، ما فيهاش بدون اي مقدمات، دي مباراه مش مباراه كره قدم، دي مباراه مش مباراه تقليديه ما بين مدرب ومدرب، دي مباراه انت حضرتك قلت من لحظات انه اللعيبه ويبقى صوتنا معاهم كل حاجه اوكي. المباريات دي يا كريم بتتلعب بالمشاعر. أيوة. المباريات دي بتتلعب بالطموح، المباريات دي بتتلعب بالاحلام، المباريات دي بتتلعب بالنيرف اللي عند اللعيب. المباريات دي كل لعيب هيلبس تيشيرت منتخب مصر بكره مش مستني كلام من الجهاز الفني، مش مستني كلام من المديرين، مش مستني السوشيال ميديا. كل واحد حلم في يوم من الايام هو طفل صغير انه بيلعب بكوره واتفرج على كابتن ماجد او اتفرج على رابح او اتفرج على الهداف او حتى كان بيلعب في الكفر والنجع بكره شراب، مفيش حاجه عنده احلى من اللحظه دي، ولا في حاجه عنده زي اللحظه دي انه يكون مع منتخب مصر في كاس العالم، وانه يكون من الجيل اللي ودى مصر كاس العالم. دي حروف ذهبيه بتتكتب. انت النهارده جيل 90 انت فاكره بالاسم، جيل 2018 انت فاكره بالاسم، وقائع 90 انت فاكرها بالحرف وبالمليم وبالنكله وبالسحتوت، وقائع 2018 باللحظات بالدقيقه لحظه التراجع، وكره القدم دائما ما تعطيك فرصه للعوده. تعادلنا مع الكونغو في ثواني، صلاح قام على الارض سقف السقفتين رجع الشباب. أيوة. الله يا بلدنا للعظيم مدحت شلبي. طبعا. كابتن مدحت كل التحيه الطيبه ليه، واحد من المبدعين دايما اللي احنا بنحب نذكره دايما بالخير ونسمعه. طيب. والماتشات دي هي دايما بتبقى ماتشاته. فالحقيقه انا سخنت جدا واتحمست جدا واشعرت جدا وحسيت انت طلعت من جوايا باور، ودي شطاره منك. احنا في اخر اليوم هنخلص نخش ننام. حبيبي طيب.